السلام عليكم ورحمة الله. دون سيت فيديو راح نشوفوا كلكوز اكزرسيس على لا ريكورسيفيتي. دونك راح نشوفوا تروازي اكزرسيس مع بعضنا في لا فيديو هذه. اول اكزرسيس راح يكون على لو كالكول تاع الكوفيسيون بينوميال تاع دو زونتي ان اي كا. كو الكوفيسيون بينوميال هذا يتحسب بدو بارامتر كيما قلنا ان اي كا. لازم يتحط الشرط انه يكون ان اكبر من او يساوي كا، وكا يكون اكبر من او يساوي صفر. دونك كاين ترتيب معين لان اي كا، والكوفيسيون بينوميال هذا عنده دي فورمول بزاف يتحسب به. حليت اون باج ويكيبيديا اللي فيها لي فورمول باش تشوفوها مع بعضنا برك. دونك هذا هو الرمز تاعو الكوفيسيون بينوميال عندنا ان، تحت منها كا ونحطو كلش بين قوسين. الفورمول تاعو باش نحسبوه ديراكتومون نحسبو ان عاملي تقسيم كا عاملي في ان ناقص كا عاملي. مي حنا حابين نطبقو ريكورسيفيتي، مش حابين نستخدمو الفورمول هذه. دونك الرولاسيون دو ريكورونس تاعو هي هذه. دونك نحسبو باش نحسبو الكوفيسيون تاع ان اي كا، لازم نحسبو الكوفيسيون تاع ان موان 1 اي كا زائد الكوفيسيون تاع ان موان 1 اي كا موان 1. دونك لو كان نجيو نشوفو هنا لا فورمولا ريكورسيف، فوالا هادي هي اللي كنا نشوف فيها دركا. وقتاه تحبس لا ريكورسيفيتي هادي، واش هو لو كا اليمونتير تاعنا؟ انه يكون كا يساوي صفر كيما لهنا. دونك عندنا قيمة تاع ان مهما تكون، وعندنا كا يساوي صفر، او يكون كا يساوي ان. دونك مهما تكون قيمة ان، لو كا يساوي ان لو كوفيسيون بينوميال تاع كاي ان راح يمد لنا واحد. دونك عندنا دو كا اليمونتير اللي هما كا يساوي صفر وكا يساوي ان اللي يمدوا لنا واحد. ولو يكون كا يختلف عن صفر وكا يختلف عن الان، نحسبه بالرولاسيون دو ريكورونس بالعلاقة التراجعية هذه. دونك نرجع درك على الكود تاعي، حاولت نبسط شوية لا فورمول هنا نكتبها بلغة مفهومة اكثر. دونك واش كتبت هنا؟ لو يكون كاي يساوي صفر او كاي يساوي ان، الو الكوفيسيون بينوميال تاع كاي ان راح يمد لنا واحد. سينو الكوفيسيون بينوميال تاع ان اي كا راح يمد لنا الكوفيسيون بينوميال د ان موان 1 اي كا زائد الكوفيسيون بينوميال تاع ان موان 1 اي كا موان 1. دونك ممكن كي ما تعرفوش الكوفيسيون بينوميال من قبل يقدر يبان لكم تمرين معقد شويه، مي اون رياليتي دي كو تعرفوا لو كا سامبل والريلاسيون دو ريكورونس هذوما الحساب راح يولي سهل خلاص. دونك نعرفوا الدالة تاعنا هي تحسب لنا الكوفيسيون بينوميال تاع ان اي كا، كادوما لي بارامتر. من بعد نتستيو اسكو كا يساوي الصفر يساوي صفر، أو نديرها في تست واحد برك كا يساوي ان. دونك لو كا يكون يساوي صفر أو يكون كا يساوي ان، في الحالة هذه مباشرة راح نرجع واحد. سينو راح نرجع لو كوفيسيون بينوميال تاع ان ناقص واحد اي كا زائد لو كوفيسيون بينوميال تا ان ناقص واحد وكا ناقص واحد. نرجع الكود اللي كان في الماين. دونك ندوموندي على ليتيزاتور نقول له اعطيني راه القيمة تا ان اي كا، ديكلاري صح ان اي كا، ديكلاري سي تاني نحسب فيه الكوفيسيون بينوميال. ابري نقول ليتيزاتور اعطيني قيمة تا ان دوني لا فالور دو ان بغيت نقرا قيمة تاع كا. أخيرا نحسب السي يساوي الكوفيسيون بينوميال تاع ان اي كا. ممكن نزيد هنايا شرط، ممكن نزيد هنايا نكتب اف ان اكبر من او يساوي كا اي كا اكبر من او يساوي صفر.
في الحالة دي نحسب نافيش النتيجة جنسي با حتى كما رسمت وداير وجه ما بيش غلط كتبت في الكلافي باش رسمته اللي يعرف كيف ما هي يخرج يقول لي باسكو ديما كي نعاود نكتب في الميساج نروح نحوس عليه ما نعرفش نكتبه صح وغلط كتبته بها ما بيش قست. دونك لو يتحقق الشرط هذا نحسب او قست الالت جو بونس ايه فوالا لقيتها سي بون الت 1 الت 2 الت 3 ابخي نافيش النتيجة برينت اف سونتاج دي وهنا نقول له الكوفيسيون بينوميال بينوميال اكتبوها قد خير لو كوفيسيون كوفيسيون بينوميال de n i k et là on a la قيمة تاع السي n k سي سينو هنا نقدر نقول له برك impossible de calculer quoi impossible de calculer اوكي دونك الفائده هنا انكم تفهموا برك انه التعريف التراجعي لما تعرفوا تخرجوا لو كا دو باز لو كا اليمونتير والراسيون دو ريكورونس تاعكم راح تعرفوا لا فونكسيون تاعكم بطريقه سهله خلاص نحاول نحسب ونشوف لك اني مليان تعيش سبيل فاولا دونك نحاول نمدلو 5 و2 خرج النتيجة 10 باه نتأكد برك من النتيجة تاعي اذا كان صحيحة ولا لا لقيت ام بتي سيت اللي يحسب لي الكوفيسيون بينوميال هذايا اون ليني دونك نمدلو مثلا ك 2 والان 5 ونحسب يخرج لي النتيجة لهنا دونك خرج لي النتيجة هي 10 نزيد نجرب انا ان اكزومبل كلاب نزومي شوية هنا باش تقدروا تشوفوا مليح برك نجرب ان اكزومبل خلاف نقفل الاكزومبل القديم نجرب مثلا قيم كبار نجرب 20 مع 8 125970 نرجع هنا نشوف عشرين مية وخمسة وعشرين ألف وتسعمية وسبعين دونك هذا هو الكوفيسيون بينوميال هذا كيما يتحسب بلوتار نرجع للكود باش نحط لي كومونتير مي درك حاب نزيدو نديرو دي زيكزارسيس كلا ليكزارسيس الثاني اللي حاب نشوفوه مع بعضنا اللي راح نشوفو فيه لو كاد تاع ريكورسيفيتي ميتوال استادير وين يكونو عندنا دو فونكسيون في زوز ريكورسيف مي ما يديروش ابل فونكسيون ريكورسيف اللي ما ديرش ابل نفسها مباشرة استادير دير ابل فونكسيون خلاف اللي هي تعاود لها ابل دونك نشوفوا المثال في المثال هذا حابين نكتبوا دو فونكسيون لا فونكسيون بير نمدوا لها ان اونتي بوزيتيف وترجع لنا واحد لو يكون لونتي هدايا بير وصفر لو يكون لونتي هدايا امبير دونك نمدوا لها اونتي وترجع لنا فالور لوجيك مي نقدروا نديكلاريو اونتي حتى هي لا فونكسيون امبير العكس لو يكون الان بير ترجع لنا صفر ولو يكون الان امبير ترجع لنا واحد دونك كيما نعرفوهم لي دو فونكسيون هذوما تقدروا تحسبوا المود برك بارابور الاثنين و تعطيك النتيجه لو مثلا باقي القسمة على 2 يساوي صفر العدد راهو بير لو باقي القسمة على 2 يساوي واحد العدد راه امبير مي اللي يهمني انايا اني نعطي لكم لا ريكورسيفيتي لا ريكورسيفيتي ميتوال c'est-à-dire la fonction pair dérappelle la fonction impair ou la fonction impair dérappelle la fonction pair la fonction pair qui va être connue معرفة لو يكون n يساوي صفر
الصفر نعتبره عدد زوجي، دونك النتيجة راح تكون ترو، راح تكون واحد ترو والله واحد والله فري، نقص بها نفس الشيء بيان سور. حتى في السين نكتب له ترو ولا نكتب له واحد ما يديرش بزاف لا ديفيرونس بيناتهم، لو كان ندير له انكلود اس تي دي بول هنايا ترو يشوفها واحد نورمال. سينون كيف ما نعرف الان بار ولا لا، لو يكون الان ناقص واحد امبير يعني الان او بار كيما هكا راح نخدم. اوكي نشوف الان لو يساوي صفر نرجع مباشرة ترو، نرجع مباشرة واحد، نكتب واحد هنا خير، نكتب هنا يا صفر خير باش ما نخلطكمش بزاف بالتفسيرات الغريبة. لو يكون الان يساوي صفر نرجع واحد، لو يكون الان يختلف عن صفر نرجع نفس النتيجة يترجعها لي امبير لان ناقص واحد. دوكا لا فونكسيون امبير كيف ما نعرفها، لو يكون الان يساوي صفر، الصفر موش فردي دونك نرجع صفر في الحالة هذه، نكتب روتورني خير مش تكون أوضح. لو يكون الآن يختلف عن الصفر درك نرجع نفس النتيجة تبار لأن ناقص واحد، كيما كان نخدمها راح نخدم دو فونكسيون باري امبار. دونك نبدا باي وحده فيهم، نبدا بلا فونكسيون بار مثلا اللي ترجع انونتي، نستخدم صفر واحد اللي ترجع انونتي برك بار، ونمد لها بارامتر واحد نسميه ان. لا فونكسيون دي واش راح تخدم؟ اف ان يساوي صفر ريتورن ان، الس ريتورن امبير ان موانز ان. لا فونكسيون امبير تخدم العكس، لو يكون الان يساوي صفر نرجع صفر باسكو الصفر موش فردي، سينو نرجع بار لان ناقص واحد. هنا كاين مشكل واحد برك اللي هو انها لا فونكسيون بار ما تعرفش لا فونكسيون امبير، على خاطر امبير معرفه من وراه. دونك كيف ما هنديها دركا لازم نعرف امبير قبلها، مي لو كان ندير هيك لو كان نهز امبير نحطها فوق لا فونكسيون بار، هنا مازال عندي نفس المشكل باسكو لا فونكسيون امبير دير لا بار لا فونكسيون بار بلا ما تعرفها باسكو معرفه من وراه. لو كان كومبيلي الكود خليت البروغرام القديم برك نقدر نكومبيلي دركا وراح يخرج لي وارنينغ هنا قاعد يقول لي عندك فونكسيون ماشي مديكلاري. هادي تقدر دي فوا دير لك مشاكل دي فوا ما ديرش مشاكل صديقو. باش ندخلوا شويه في التفاصيل، لو الفونكسيون تاعك من التيب تاعها اونتي ما دير لكمش مشاكل، لو عندها اي تيب خلاف تقدر دير لك مشاكل باسكو هو كما يديكلاري فونكسيون امبليسيتمون يفرض التيب تاعها اونتي. لو كان جات مثلا هادي التيب تاعها فلوت فوالا قال لي عندك كونفلي لهنا ولات الوارنينغ ولات حمر، فدير هو مين يلقى فونكسيون مش معرفه يروح يدير لها اونتات واحد ويمد لها تيب اونتي. من هنا حابين نفيديو المشاكل هذه كل، مش حابينه يدخل واحد الكومبيلاتر في الكود، هو كي يدخل واحد ويعطيك دي وارنينغ احنا مش حابينه يدخل واحد، حابين حنايا نكتبوا الكود كيما حابين حنا اخر. لهنا قبل لا فونكسيون بار نقدروا نعرفوا الاونتات برك لا فونكسيون امبير، نقدروا نقولوا عندنا لا فونكسيون امبير دو تيب اونتي وعندها ان بارامتر دو تيب اونتي، بصح ما نكتبوش الكور تاعها حتى لهنا باش نكتبوه، نعاودو نكومبيليو نلقاوها راحت لافيرتيسمون تاع قبل الورنينغ اللي كان يطافيش لهنا نلقاوها راحت. دركا نعاود ديكلاري اون فاريابل ان برك، قول لتيوزاتور يسيزي لي قيمة بعد نشوف القيمة اللي مديها لي تويزاتور. لو موجبة ما كان لها تيستي موجبة ولا سالبة، مش نحب نطول بزاف في الفيديوهات، راح نفرضها دائما موجبة لا فالور هادي، نفرض بلي تويزاتور يعرف صلاح وراح يمد لي قيمة موجبة باسكو مش نحب ندير فيديو طويلة ونتيستي فيها لي كاكل، حاب نركز غير على الحوايج اللي يهموني برك. يمد لي تويزاتور قيمة تاع نفرض مدها لي موجبة ديجا بورسونتاج دي
ولهنا راح نتاستي if per an هنا print f an وش an نكتب القيمة تاع an خير تمام per نحط القيمة تاع an نقدر ندير else بس حاب نتاستي بالفونكسيون الاخرى خير لو يكون الام امبير ايتا نمبر ام لو قيمة خمسة يقول لي خمسة راهي امبير خمسة راهي عدد فرد نجرب قيمة خلاف زوجية قلت له عشرة يقول لي 10 استنى نمبر بير لو نجرب عدد سالب بيان سير مش راح يمشي بارسك يطيح لي بوكل انفيني يبقى ينقص 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 ما يوصلش للزيرو ما يهمناش احنا حبيتك تفهموا كيما نستخدموا ريكورسيفيتي ريكورسيفيتي ميتوال هذا هو الهدف من الفيديو مازال لي اكزرسيس خلاف نحب نشوفوا كيما نفرسيو ان طابلو ريكورسيفمون مي جو بونس لا فيديو دي طوالت بزاف دونك الاكزرسيس هذا نخليه الفيديو الجاي خير باش ما نديرش فيديو فيها ساعة دونك جو تيرمي لا فيديو لهنا نحط دي كومونتير برك في لي دو زيكزامبل هادو نحطهم في الجيت هاب ونرجع ل ليكزارسيس تاعك على بروشان ان شاء الله.